بنتابع برضه معتز عدد من المشاهد، مشاهد الاحتفاليه، احتفالات الاسره المصريه اللي حضرها الرئيسين، وزي ما كان بيقول معتز ونأكد انه الاجواء كانت حلوه، يعني الاجواء مبهجه، المشاعر الاخوه ما بين البلدين كانت واضحه بشكل كبير. يعني اذا كان من وقت في وقت من الاوقات يعني كان في شيء من الخلاف، التاكيد على وجود الرئيسين مع بعض، الاجواء دي التاكيد على ان اي خلاف نقدر نحله على اساس عمق العلاقات التاريخيه والاخويه اللي بتجمع ما بين البلدين. تم التاكيد على عدد من الرسائل المهمه النهارده، وكمان الموضوع ما خلاش انه يتم كده توجيه الناس الانتخابات ونزول الانتخابات بشكل كبير، وده اللي اكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي انه هيكون في رساله للعالم كله. فده طبعا كان محور من المحاور النهارده من خلال الاحتفاليه اللي في مجملها الحمد لله كانت طيبه للغايه.